شي واحد اللي في الخوت جاي ياك. يلا سير سير. كاين واحد المنطقة اللي جاو سام خويا البارح الدر ايوب ودربنا انا ودربنا انا كش خدام حداه اسمح لي ودربنا انا كش خدام حداه البارح ضربوا واحد الدري واحد الدري عشيره ضربوا واحد الدري عشيره كيضرب فيه وانا كش حاضر مع ما ضربوا قدامي ضربوا الدري عشيره فاش ضربوا بدا كيسلخ فيه كيقول لي الدري موكلين كيقول لي داروا لي اصحاب ايور داروا لي شي حاجه هو الدري عشيره سميتو عشمان قال لي موكل الاسماء المهم انا نقوله ما عنديش مشكل حيت انا الدري كان خدام معايا انا 3 سنين دابا وانا في برنوس خدام والدري كنعرفو الدري ماشي ديالو هادشي هادشي ماشي ديال الدري يعني فاش ضربوه اليوم خدام انا عادي كنشوف ايوب هز موس دخل الدراري كيتغداو في ايوب ضربو ضربو جوج جوج انا تخلعش تخلعش كنقول ايوب ماشي ديالو هادي صافي بان ليا عاوتاني تبع واحد راجل ضربون انا دخلت المكازا الدري بقى وتبعتو تبعتو انا والباترون ديالي تابعينو كنجري نقول لي ايوب حيت كنعرفو وكيعرفنا ايوب 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 والو الدري صاحبو ولا شي لعيبه دار لي شي لعيبه موكلو شي لعيبه يعني ما خاصكش شي صاحب موكلو شي لعيبه حيت كانوا خدام هو ويا كلشي هو ويا الدري خدم هنا وبقى راسو عمر عليه شي لعيبات الدري ايوب راه ما توقعش منو هادشي كلشي كيعرفو هنا الدري سبورتي سبورتيف اصاحبي الدري سبورتيف بلي ما دار بلا حمومه واش ما حتى شي حاجه صافي طلعنا الفوق شد واحد الراجل قال لهم بعد بوليس تابعين بعدوا مني ولا نضرب بعدوا مني ولا نضرب ضرب الراجل هنا في رجليه صافي حنا بقينا تابعين تابعين وصل حتى الجامع ديال طارق انفو وصل حتى الجامع ديال طارق صافي بدا كيهيت على البوليس كيدخل عليهم بحال هكا صافي جا واحد سيفيل تيرا فيه بورطاس هنا حدا حدا حجر صافي الدري محال واش يعيش ادعيو معاه وصافي الله يدير ليه شي شيء تقريبا انا اللي شفت بعدا ضرب جوج جوج باقي واقفين واحد مات انا ما حضرتش لي المهم دخل عليهم المكازا جاو طاحوا في ايوا قالوا لك ماتوا تمنوا ما يموتوش باش ما تبقاش لهم شي لعيبه هذا صفيت حسابات بينه وبين صاحبه صاحبه يعني صاحبه دار لي شي لعيبه عمرك شفتي صاحبك تقول هذا خويا ولا عشيري ولا شي حاجه كاين راسي يا راسي وليدي ما تشيقش حيت هو فاش ضربو ضرب صاحبه فاش ضرب صاحبه فاش ضرب فاش ضربو جا عندي انا حيت انا فكيت قلت لي ايوب لا هادشي البارح قلت لي ايوب لا قال لي موكلني شي حاجه صحاب ايوب قال لي موكلني شي حاجه وبدا كيبكي ايوب تشوفو دري تبارك الله على خير والله ما تظن في اي واحد سولتي قلت لي ايوب راه غايقول لك دري الله يعمر هذا ما واش من بلي ما حتى شي حاجه الله يدير لي شي تاويل والله يشافي نتمنوا ما توقع عليه حتى شي حاجه وراه مضروب حدا حجر شكرا هادشي اللي كاين اش وقعت دابا دابا شي نص ساعه ادم شي نص ساعه انا نيت فاش حضرت الفوق بان لي داكشي ما هوش عيط لخوك قلت لي ادم جي عند خوك دابا كيقول لي اش كتقول كيقول لي اش كتقول كنقول لي خوك غيضرب شي واحد صافي جا انا عمري توقع شي شيء وما باغيش نعيشو واحد كان متشق صح واخا تش تقول لي قال شي ما عمرك تشق صح يعني صاحبه هو اللي دار لي هادشي كون ما كان صاحبه كون راه ما دري بيخي تيق في حتى شي واحد
يلا الخوت يلا صار.